السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم الدرس الأول من كمية الحركة والتصادمات الجزء 7. مدونة لفيزياء الإمارات لهذا العام والأعوام الماضية. فتش في المدونة باسم الوحدة وليس برقم الوحدة. إذا فتحت هذه المدونة اللي عليها المؤشر هتلاقي كتير من المسائل على كمية الحركة. حياتنا عادة فاختر لنفسك أفضل العادات. مذاكرة الفيزياء التراكمية أي كل درس بيومه، لأن التكرار يساعد على الفهم والحفظ ويقلل النسيان. اللي بيحفظ القرآن بيكرره كتير مشان يحفظه وما ينسوا. كمية الحركة تنقسم إلى كمية حركة خطية وهي موضوع درسنا اليوم، وكمية حركة زاوية هناخدها في الدروس القادمة. تعرف كمية الحركة أو الزخم بأنه الكمية الفيزيائية التي تجعل من الصعب إيقاف جسم ضخم متحرك. الفيزياء بتعرف كمية الحركة الخطية على أنها ناتج ضرب كتلة الجسم في سرعته المتجهة. رمز كمية الحركة والزخم بي وعليها متجه، وتساوي إما الكتلة في V وعليها متجه اللي هي السرعة. متجه كمية الحركة ومتجه السرعة متوازيان أي يشيران في الاتجاه نفسه. هذا بيفيدك في المسائل وفي الرسم. وحدة قياس كمية الحركة هي وحدة كتلة اللي هي كيلو جرام في وحدة سرعة اللي هي متر لكل ثانية. كمية الحركة ترافق جميع الأجسام المتحركة كبيرة كانت أو صغيرة. كمية الحركة خاصية أساسية ترتبط بحركة الجسم مثل الطاقة الحركية. في حركة في كمية حركة في طاقة حركة. الجسم في حالة سكون كمية الحركة صفر وطاقة الحركة صفر. شوف هذا الفيلم اللي بيوضح لك علاقة كمية الحركة بسرعة الجسم. سرعة بطيئة، كمية حركة قليلة. لاحظ، زود السرعة زادت كمية الحركة وزادت طاقة الحركة. زود السرعة أكثر زادت كمية الحركة وزادت طاقة الحركة. زود أكثر وهكذا. في السكون ما في طاقة حركة ولا في طاقة كمية حركة، لا كمية حركة ولا طاقة حركة في حالة السكون. لا، بدنا ناخذ كمية الحركة والقوة. كمية الحركة بي متجه يساوي ام في في. إذا اشتقينا كمية الحركة بالنسبة للزمن نحصل على المعادلة التالية. مشتقة كمية الحركة تساوي لمشتقة ام في في متجه. إذا اعتبرنا ام ثابت فبكون مشتقة السرعة بالنسبة للزمن زائد مشتقة الكتلة بالنسبة للزمن ضرب السرعة. إذا كانت الكتلة ثابتة في المعادلة تصبح بالشكل التالي. هذه صفر مشتقة صفر، وتساوي للكتلة في مشتقة السرعة بالنسبة للزمن. مشتقة السرعة بالنسبة للزمن هي العجلة. إذا مشتقة كمية الحركة بالنسبة للزمن تساوي للكتلة في التسارع، والكتلة في التسارع هو القوة. إذا فينا نقول إنه متجه القوة يساوي مشتقة كمية الحركة أو الزخم بالنسبة للزمن، واللي بده يساوي مشتقة ام في في على دي تي، واللي بده يساوي الكتلة في المتجه العجلي. الصيغة هذه وهذه هي الصيغة المكافئة للقانون الثاني لنيوتن، وهو أكثر شمولية حيث يطبق أيضا عندما تتغير الكتلة بتغير الزمن. إذا كانت الحركة ثلاثية الأبعاد فبناخد المركبة على المحور إكس والمركبة على المحور واي والمركبة على المحور زد. هنأتجي في وقت آخر. يتطلب العمل على كمية الحركة مراعاة الزوايا والمركبات كما فعلنا مع القوة، كمان حتاخدها في مواقف أخرى. هلا كمية الحركة والطاقة الحركية. تعرف أنت أن الطاقة الحركية تساوي الكتلة في مربع السرعة على 2. إذا ضربنا البسط والمقام بام هتصير طاقة الحركة ام تربيع في في تربيع على 2 ام. هذا للفهم فقط. ام تربيع في في تربيع عبارة عن مربع كمية الحركة.
إذا الطاقة الحركية بتساوي لمربع كمية الحركة على 2m اللي هي الكتلة. العلاقات بين كمية الحركة والقوة والطاقة الحركية مفيدة جدا في إيجاد حلول للمسائل المعقدة. إذا عندك الطاقة الحركية تساوي مربع كمية الحركة على 2m، وعندك القوة تساوي لمشتقة كمية الحركة بالنسبة للزمن. كمية الحركة كمية متجهة، في حين أن الطاقة كمية قياسية. تنتبه، هذا جدول بيبين لك الجسم وكمية الحركة، بس مشان تطلع على كمية الحركة للأجسام باختلاف كتلها وباختلاف سرعتها. مراجعة المفاهيم، بتقرأ المراجعة هذه، بتاخذ المعطيات، فحسبت أنا كمية الحركة للجسم الأول، كمية الحركة للجسم الثاني، حسبت طاقة الحركة للجسم الأول وطاقة الحركة للجسم الثاني، وقارنت بيناتهم وجدت أنه الجواب هو C. مسألة، سيارة كتلتها 1200 كيلو جرام تتحرك بسرعة على طريق سريع، تتخطى سيارة رياضية متعددة الأغراض. حتى تفهم الدرس مثل ما قلنا لازم تكرر تطبيقات عليه، تعمل كتير من التطبيقات عليه بيثبت المعلومة. بمقدار مرة ونصف، وتتحرك بسرعة تصل إلى 2 على 3 من سرعة السيارة. لذلك لخصنا بهذا الشكل، السيارة الرياضية عطيناها S والسيارة الكبيرة C. ما نسبة كمية حركة السيارة الرياضية متعددة الأغراض إلى كمية حركة هذه السيارة؟ فسجلنا المعطيات، وهي المعادلة اللي بدها تفيدنا في الطلب. A هيكون PS على PC، وتساوي MS في BC على MC، يعني فقط مشان التدريب، مشان تتدرب على استخدام المعادلة وعلى العمليات الحسابية بنفس الطريقة بالنسبة للطاقة الحركية. بتوقف الشريحة وبتشوف هون نفس الشيء، يمكن التعبير عن الزخم فيه، هذا سؤال إجابة بحد الامتحانات. هتشوف كل الإجابات عبارة عن وحدات قياس، إذا بتختار الوحدة المناسبة اللي هي سي، سي اللي هي نيوتن في ثانية. ليش نيوتن في ثانية؟ رجع نيوتن لأساسها فبتعرف. الزخم تعني كمية الحركة. أيضا أي من المعادلات التالية يمكن استخدامها لحساب كمية حركة الجسم مباشرة؟ أي وحدة؟ هيكون A، لأنه كمية الحركة تساوي الكتلة في السرعة. جسمان A و B لهما طاقات حركية متساوية، وأن كتلة A 9 مرات كتلة B، فإن نسبة كمية حركة A إلى B. كمان هذه مسألة، وقف الشريحة، وأنا لخصت هون المعطيات، هذا المطلوب. الكتل عندي إياها، لكن باقي السرعات، السرعات باخدها من هذه المعادلة. طاقة الحركة إلى B تساوي طاقة الحركة إلى A، بحذف العناصر المتشابهة وبحط الـ MA تساوي لـ 9 MB، بختصر على MB، بتصير عندك سرعة B تساوي 3 مرات سرعة A، وبعوض بالمعادلة بيطلع عندي جواب 3. VB 3 VA و MA 9 MB، MB مع MB و VA مع VB صار 3 على 9 تساوي 1 على 3. إذن هذا هو الجواب. هذا ملخص شامل لهذا الدرس. لاحظ معادلاته بسيطة، لكن لازم تدريب، قد ما بتتدرب قد ما بتصير شاطر. وفي رعاية الله، ولا تنسونا من الدعاء.